إنتاج الإمام الشاطبي الدعوية طيب شيخنا يعني آخر سؤال فيما يتعلق يعني بالإمارة والدولة يقولون أن داعش هذه نبتة سلفية يعني قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقال الشاعر والدعاوى ما لم تقم عليها بينات اصحابها ادعياء وقبلها قال الله سبحانه وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فمن ادعى ان داعش يعني نبته سلفيه فعليه بالدليل عليه بالدليل وليقول والا فالدعاوى عريضه كثيره يعني دعاوى عريضه كل لو يصدق كل من قال ما قال لا اعطي الناس يعني حقوق غيرهم او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ادعى كل مدعي شيء لا اعطي له حقه فلذلك يعني اولا نحن نرد على داعش في المحاضرات ونحارب داعش بالسنان وحاربتهم الدوله وكثير من الدول بالسنان. ف يعني قول من قال بان داعش نبته سلفيه ربما نبتت في حديقه بيته. وهو الذي سقاها بمائه فانبت هكذا، فنبتت والتعالي غيره ولكن اقول داعش هي ابن زنا بين الشيعه وبين المجتمع يعني الاوروبي يعني المجتمع الدولي. هذه هي داعش. داعش هو ابن زنا. يعني بين الشيعه والمجتمع الدولي، هم الذين صنعوا هذه واعطوها ذلك الخطاب الديني، وانا اقول ذهبت القاعده وذهبت داعش يعني لم يبق لها يعني فعلوا بها كما فعلوا بكورونا. يعني رفعوها ثم خفضوا خفضوا فيها، فسياتي داعش كذلك وسياتي كذا تصنع. لأن الفرق الضالة تصنع من طرف أعداء الإسلام السبائيون من الذي صنعهم؟ اليهود الصوفية من الذي صنعها؟ الروافن والروافن من الذي صنعهم؟ اليهود والصوفية من الذي شجعهم في بلاد المسلمين؟ أليس الاستعمار؟ تهدم المساجد وتبنى الزوايا؟ حتى في فرنسا المرأة التي تسمى زوجة الرجلين يعني كانت لي يعني ومن بعده تزوجها أخوه كل الحركات الاستعماريه في العالم التي لحقت بلاد المسلمين كان وراءها الروافد والتصوف